وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني بارك الله فيك ووفقنا وإياك لخير الدنيا والآخرة عن هذا المقطع الذي انتشر انتشار النار في الهشيم، وهذا المقطع الذي يعرف بمقطع العهن المنفوش، فما هو حقيقة هذا المقطع؟ أولا، ما زلت أقول يا إخواني، عالم التواصل في الفيسبوك، في تويتر، في الواتساب، هذا عالم يصدق فيه قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فعلا نحتاج إلى التبين، وفي قراءة حمزة فتثبتوا، لأن ينشر فيها الكذب. أولا، بالنسبة لهذا المقطع، هذا المقطع أيها الكرام الفضلاء هو عبارة عن مقطع لنبات. هذا النبات يسمى البوط، يسمى البوط. هذا النبات ينمو على أطراف البحيرات والبرك والمستنقعات، كما رأيتم أنتم في المقطع، هم صوروا جنب مجرى مائي. هذا النبات أيها الكرام الفضلاء اسمه العلمي اسمه تايفا أو كتايل، هذا هو الاسم العلمي لهذا النبات، وهو من النباتات الوعائية، شعبة حقيقيات الأوراق، الشعيبة البذريات، الطائفة أحاديات الفلقة، والجنس اسمه البوط، والاسم العلمي تايفا لينيس، ويسمى أيضا تايفا لاتيفوليا، تايفا لاتيفوليا، وهذا يضم 11 نوعا، ويسمى أيضا بالتيفا أو عشبة البرك أو الديس، وهو طبعا أنواع كثيرة في الوطن العربي: البوط الدمياطي اللي هي تايفا دومون دينيسيس، كما هو منتشر في بلاد الشام ومصر والمغرب العربي وبعض مناطق أوروبا، أيضا في نوع اسمه البوط رفيع الأوراق اللي هي تايفا أنجوس تايفوليا، ده في بلاد الشام ومصر والمغرب العربي ومعظم مناطق أوروبا، في البوط عريض الأوراق اللي هو التايفا لاتيفوليا اللي قلنا في البداية بلاد الشام والمغرب العربي ومعظم مناطق أوروبا، وفي البوط الفيل اللي هي تايفا إليفانتينا موجود في الشام ومصر والمغرب العربي، وفي بوط لاكسمان اللي هي بوط لاكسماني في الشام ومعظم مناطق أوروبا. هذا هو عبارة عن نبات وليس هو العهن المنفوش كما قال، لأن الله عز وجل في الآية الخامسة في سورة القارعة قال ربنا عز وجل موضحا هذا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يتكلم عن إرهاصات يوم القيامة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. المعنى اللغوي: العهن وصوف المصبوغ بألوان متعددة وليس اللون الأبيض، وهذا يتماشى مع حقيقة أن الله تعالى خلق الجبال بألوان متعددة كما قال في سورة فاطر: ومن الجبال جدن بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. وليس هذا هو العهن، ولذلك أتمنى ممن يأتيه مثل هذه المقاطع أن يفعل كما فعل السائل الكريم، أن يرسلها إلى أحد طلبة العلم لكي يوضح له مثل هذه الأمور. ضرب مثل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي أنها تكون مثل الصوف المتطاير. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذر وقاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويقولون هذا يجري على عواهنه، دلالة على ضعف عقله وضعف رأيه. أما المقطع هذا اسمه نبات البوط كما قلت لكم، أو ما يسمى بالتايفا. وهذا النبات بعدما ينضج يتفكك في صورة حبوب اللقاح المتطايرة لونها الأبيض كما أنتم رأيتموها، وأحيانا يحتوي على مجموعة متنوعة من الأجزاء الصالحة للأكل للبشر، فجذوره هي عبارة عن مصدر غذاء مغذي وغني بالطاقة، وتستخدم حبوب اللقاح كمكمل غذائي.